سفينة خنشلة حطت الرحلة في القسم المحترف الأول بعد انتظار وغياب دام 46 سنة. أبناء الكحلة والبيضة كتبوا التاريخ على حساب نادي حمراء عنابة ورسموا صعودهم لقسم الكبار. أبناء الأوراس الأشم من صور الذاكرة لقادة بن مكروها ومعاشي إبراهيم وابن عباس غزالي وغيرهم، مسيرة دامت برجالها وأنصارها الأوفياء. اليوم اتحاد خنشلة يبرسم على تواجده مجدداً ضمن مجموعة الكبار بعد تواجده الأخير لموسمين متتاليين منذ عام 1975. يقول أنصار الفريق أن خنشلة هواؤهم ومجد كتب من جديد ولن يزول. خانتهم الظروف من قبل، لكن الصبر قدم صعود تاريخيا استقبله الخنشلة استقبالا من خياله.